يا صفرة، خدتك في العصفرة. جمهور الإسماعيلي، جمهور الإسماعيلي تقريبا هو الجمهور الوحيد في العالم اللي بيعمل تيفوهات بلغة الفرانكو، تيفوهات محدش يعرف يقراها غيرهم. ودي لفتة طيبة من جمهور الإسماعيلي في مباراة النهاردة، تقريبا كانوا بيعملوا إعلان لسلسلة مطاعم كشر الخديوي. بعدين إيه حوار الفارس الكذاب ده؟ معلش، وأنا كنت كدبت عليكي في إيه؟ كنت وعدتك بالجواز وخليت بيكي؟ إيه الشغل الحايط ده؟ الراجل ده نادي الزمالك لحم اكتفك من خيره، ده احنا موسميا بنعمل لك هاشتاج لا لهبوط الاسماعيلي، احنا الوحيدين اللي واقفين معاك. نسيت يالا؟ نسيت لما النادي بتاعك ما كانش فيه ملعب الفرقه تتمرن عليه، وكنا بنفتح لك ملعب حلمي زماره تيجي تتمرن عندنا؟ ولاد عم، ده انتوا ولاد احمد. اما بالنسبه للموضوع يا عزيزه يا عزيزه، المرشدين في الجيزه، فالصورتين دول من فيديوهين موجودين ومرميين على السوشيال ميديا. جمهور الاسماعيلي كان بيهتف وبيقول فيه بالروح بالدم بنحب مدير الامن. مرشدين، خدتك ورا الكمين، انضف انضف وانضج، وانا بحبك وما تخلينيش عاملك معامله الجمهور التاني. يا راجل ده انا النهارده اصلا في استاد اسماعيليه، المخرج لما كان بيجيب الكاميرا على جمهور الاسماعيلي كان صوت جمهور الزمالك بيهز استاد اسماعيليه في وجودك. ده كده هنتقابل تاني، واستاد القاهره يرحب بالزائرين. اركب الدراويش درجن درجن والدرويش درجن درجن، اتك على الصبر لحد ما الموسم بتاعك يجي يا مانجا. جمهور الاسماعيلي رافع تيفو وكاتب الفارس الكذاب. طب ما انا اقول لك على حاجه ونصيحه من اخوك، شيلها وحط المنجاوي اللي بيتاخد، هتتصدق وهتبقى حقيقيه. اصل الفارس الكذاب كدبت عليك في ايه؟ كنت وعدك بالجواز وما وفيتش، كنت وعدك ان انا افعصك وما وفيتش مثلا. ما انا مش فاهم كدبت عليك انت في ايه؟ ده انت يعتبر النادي الوحيد اللي انا بساندك واللي بزعل عليك واقول يا رب تكمل معانا في الدوري، وبشفق على حالتك اللي تعر، حالتك اللي تعر بدافع عنك وبقول لا ده الاسماعيلي كان فريق كبير وكان ليه ارقام، لكن انت كل سيزون حرفيا بتنافس على هبوط وبتقعد معانا بالعافيه، بنفضل زعلانين عليك، بنبقى ناقص نصرف عليك، بنبقى ناقص نجيب لك صفقات ونقول لك خد العب ونافس معانا، جمهورك بنقول عليه جمهور ولاد العم، وبنقول كل حاجه نعمل معاك ايه تاني عشان نبقى في نظرك كويسين، بس انت منجاوي هنقول عليك ايه؟ فشيلها يا حبيبي وحط المنجاوي اللي بيتاخد هتبقى اشياء. قال لك الفارس الكذاب، طب والله عيب، جمهور الاسماعيلي عامل زي الدبانه اللي شربت كاسين خمره فقعدت تقول لك اوعى النسر اوعى النسر، صدق نفسه ان هو نسر رغم ان هو دبانه. ده تيشيرت الاسماعيلي، تيشيرت الدعم اللي كان عمله جمهور الاسماعيلي وقت الازمه اللي كان بيمر بيها نادي الاسماعيلي. واحنا كزملكاويه عشان بنقول على الاسماعيلي ولاد عمنا ودربي ولاد العم وبنقربهم مننا وبنعمل لهم قيمه، فلما حبوا يعملوا لقطه عملوا لقطه على جمهور الزمالك وعلى الزمالك. قال لك الفارس الكذاب، فارس كذاب ايه؟ اوعى تنسى نفسك وتقول انك نسر، انت دبانه، اوعى تنسى نفسك وتعمل لنفسك قيمه عشان انت مالكش قيمه اصلا، مش كده ولا ايه؟ جمهور الاسماعيلي بيرفع لنا احنا بانر بيتقال في الفارس الكذاب، اقسم بالله انتوا الواحد اقل، انتوا اقل من اللي احنا نتكلم عليكم، يعني اقل من اللي انا اطلع اهري معاكم واتكلم من اللي اقول واعيد وازيد واللي انتوا تعبانين واللي انتوا مالكمش فيها وفريق كان هيهبط السنه اللي فاتت واللي قبليها وما شفنا لكمش تاريخ ولا شفنا لكم حاجه. برازيل مصر، برازيل 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 بلا بتاع، برازيل باماره ايه؟ باماره ايه؟ جمهور قليل الادب بوظ الماتش، ماتش كان ماشي حلو والدنيا كانت ماشيه حلو، بوظوا الماتش بهرتله بشويه عيال صغيره مانجا مفعصه على الدغري. وما تفهمش هما ليه الحماس اللي واكلهم قوي ده؟ ده انت 15 في الدوري. يعني انت مثلا مش بتلعب ماتش كاس، مش بتنافس على الاول والتاني، انت بتلعب وموت نفسك وجمهور شتيمه وقله ادب وتصفير، ما تفهمش ايه السبب؟ الله اعلم، لا يعلم الا الله. بتيجي قصادنا تركب ال تبقى سوبر مان. بتلعب الاهلي فعلا بياخدك ورا مصنع الكراسي، ما بنشوفكوش، ما بنسمعش غير قله ادب برضه زي ما انتوا بتعملوها كده. تعال لي بقى انت، ده انت الحفله عليك للصبح. يعني ايه الفارس الكذاب؟ انا عايزك تفهمني، انا وعدتك بالجواز واتجوزت بنت خالتك يعني ولا ايه؟ مش فاهم مش فاهم، يعني كدبت عليك في ايه؟ ده انا بدعمك لحد وقتنا الحالي وانت في اوسخ مكان في الدوري، صباح الفل. ده انت كله بيشتمك وانا اللي واقف في صفك، ده انت بتغني لي يا عزيزه يا عزيزه المرشدين في الجيزه، بعد كده ترفع لي البانر ده، يبقى مين اللي كذاب؟ اما بقى بخصوص الجمهور اللطيف الظريف اللي بيحابب يستظرف، تعلموا ازاي تشجعوا النادي بتاعكم وبعد كده واعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، لكن تقلوا ادبكم بتبقوا بستذاجه والمنظر القذر اللي انتوا فيه ده، انتوا كده مش عايزين الجمهور يرجع مدرجات تاني، انتوا عايزين حاجات تانيه تحصل. كل واحد اكيد فاهم معنى الحاجات التانيه، اتمنى ترجعوا لرشدكم ما تبقوش هبل كده وبتتساقوا. احنا خرجنا بدري من ماتش الاسماعيلي، الجمهور صعب مش عارفه ليه والله، بس يعني احنا ساعتنا جينا واحنا حابين الماتش، حابين اسماعيليه، حابين جمهور، من ساعه ما دخلنا وهو بيشتم
احنا خرجنا. جمهور الاسماعيلي من ساعة ما دخلنا وهو بيشتم بس، مش عارفة ليه يعني. احنا بنحب الاسماعيلي بس مش عارفة ليه هو بيعمل كده الصراحة. على فكرة يعني انا خرجت ولسه سامعة شتيمة وسامعة انا مستغربة ان جمهور الاسماعيلي عمال يشتم، هو مشجعش فرقته على فكرة، هو بيشتم بس مش عارفة ليه. في التيشيرت يا بنتي بجد الجمهور الاسماعيلي طلع صعب جدا، احنا اصلا مش عارفين نمشي حتى في الشارع. حاول اقول اضرب كف بكف يا حاج، حاول ولا قوه الا بالله. ايه اللي جرى في الدنيا؟ ايه اللي جرى في الدنيا؟ ما تحبوا بعض يا جماعه. جمهور الاسماعيلي بيوجه رساله من مدرجات وبيقول على الزمالك انه فارس كذاب، فجمهور الزمالك رد على جمهور الاسماعيلي، فانا متضايق دلوقتي. انتوا ليه بتعملوا في بعض كده؟ ليه مش بتحبوا بعض زي زمان؟ ليه جمهور الاسماعيلي يقول لجمهور الزمالك يا مرشدين؟ على تحزن. اقسم بالله زفه بلدي، زفه بلدي اقسم بالله. ايه يا اولاد العبوا مع بعض بالراحه، فين صله الرحم يا اولاد العم؟ حاجه اخيره بقى، كل جبنه براميلي وانسى اللي حصل من جمهور الاسماعيلي او من الاسماعيلي يا غريمي، مش هتفرق. لقطه المباراه، ولاد العم رفعوا في المدرجات يافطه مكتوب عليها الفارس الكذاب وعيشوا جماهير البيضه بطريقه في عزاء. اول مره جماهير الاسماعيلي تقول حاجه صح. جماهير الزمالك باديه الماتش بالتشجيع بكل فرح، رفعوا يافطه الفارس الكذاب ولبسوهم طرح. مش مستغرب لجمهور الاسماعيلي لانه طول عمره جمهور وسخ، حاولنا كتير ننظفهم ونقول عليهم ولاد العم ونقف جنبهم بس ما بيتمرش فيهم. بس اللي مستغرب له بصراحه هو جمهور الاهلي اللي بيروح في اي مكان بيتضرب فيه وبيطلع زي الحريم. لو كنت ناسي اخر مره رحت الاستاد ده حصل فيك ايه، فانا ممكن افكرك بالماضي الاليم وانت محبوس 6 ساعات ومضروب وطالع عينك، ولحد وقتنا هذا في محافظات كتير ممنوع عليك انك تدخلها، علشان لو دخلتها مش تخرج منها، ولو خرجت منها هتخرج حامل. فلما تكون راجل وما يتحطش عليك في كل مكان يبقى اتكلم وبس كده. عاجل اصابات بالجملة في جمهور نادي الزمالك، الجمهور كله اتصاب ببرد شديد جدا نتيجة عن ان جمهور الاسماعيلي سرق لبس جمهور الزمالك كله ونشره زي ما انتم شايفين كده، والجمهور ماشي خلاص. يعني الجماعة تبرعوا ان احنا في الشتاء، طيب يعني يا جمهور الاسماعيلي بالراحة عليهم، مش للدرجات يعني، انتوا ولاد عامة برضو في الاول وفي الاخر. يلا ربنا يهديكم ان شاء الله. يوم ما بدأت اشجع كرة يا جدعان وانا شايف ان في علاقه جميله جدا بين جمهور الزمالك وجمهور الاسماعيلي، لدرجه ان هم مسميين بعض ولاد العم. حتى بص كده، ايه ده؟ الفارس الكذاب او رافعين بتاع مناخيره طويله كده، يعني كذاب. مين اللي رافع اليافطه يا ترى؟ مين اللي رافعها؟ جمهور الاسماعيلي وبيقول كده على الزمالك؟ طب ليه يا جدعان؟ ده بيقولوا على بعض ولاد العم. ما يمكن ولاد عم بس من نفس العيله، يعني مش ولاد عم شقق، يمكن يعني هم ممكن يكونوا من نفس العيله بس. سوري. المقوله الشهيره، هو ليه الاهلي ما بيروحش يلعب في اسماعيليه؟ سبحان الله، جمهور الاهلي قاعد كده بيستمتع وبيلاقي حقه بيجي وهو قاعد لحد عنده، وبيلاقي نفس الجماهير اللي بتروح وتحفل وتتريق. هو ليه الاهلي ما بيروحش يلعب في اسماعيليه؟ قاعدين دلوقتي وبيعانوا بيقولوا احنا ما ينفعش نروح نلعب في اسماعيليه تاني، جمهور الاسماعيليه ده لا وحش. ليه بقى يا معلم؟ شفت النهارده الزمالك والاسماعيليه اهو الاسماعيلي ولاد العم حبايب، قله ادب وشتايم وضرب، وجمهور الاسماعيلي بيضرب في جمهور الزمالك اهي. مباراه ملهاش اي علاقه بالاهلي يا عم، سيبك من النهارده الزمالك والاسماعيلي، قبل كده لسه من فتره قريبه الاسماعيلي والمصري، مباراه ملهاش اي علاقه بالنادي الاهلي. اسماعيلي ومصري حبايب، دول حبايب قوي بقى، وخط القناه والدنيا ايه جميله قوي ما بينهم، ولكن برضو جمهور الاسماعيلي يضرب جمهور المصري، والاتنين بيضربوا بعض، وشتايم وقله ادب واحداث مؤسفه. وفي النهايه تلاقي بعض الجماهير المحنكين بقى، سواء جمهور الزمالك او جمهور المصري او اسماعيلي، وكلام استفزازي يوجهوه لجمهور الاهلي. هو انتوا ليه ما بتروحوش تلعبوا في اسماعيليه؟ اصل اسماعيليه دي للرجاله بس، اللي بيدخلوها للرجاله بس. ادي يا عم الرجاله لما بيدخلوها بيتهانوا وبيتضربوا وبيتشتموا وبيتقل بيهم حرفيا من جمهور متعصب بعيد عن الكوره. لكن في الحاله دي تخيل انت زمالك ومصري اللي هم حلب الاسماعيلي قوي بيروحوا وبيتهانوا كده وبيتضربوا كده، امال لو الاهلي راح هناك هيحصل مجزره تاني زي ما حصلت في بورسعيد في 2012؟ يا ريت نفهم ويا ريت نعقل الكلام وبطلوا كلام استفزازي. ادي هو جمهور الزمالك النهارده عمال يشتم في الاسماعيلي وفي جمهور الاسماعيلي، لان احنا شفنا احداث مؤسفه برضو النهارده، ودي اخلاق جمهور الاسماعيلي. ولكن جمهور الاهلي او النادي الاهلي ما ينفعش يلعب في اسماعيليه تاني ابدا.